ننتهي مشاهدي الكرام إلى مصر، حيث استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استنكرت الأحكام الصادرة بحق مبارك ومعاونيه ونجليه فيما أطلق عليها محاكمة القرن. وقالت الشبكة العربية إن الأحكام الصادرة بحقهم جميعا لا تمت للعدالة بصلة ولا تنصف مظلوما ولا ترفع ظلما، بل تهدد سلمية الثورة على حد وصف الشبكة. أضافت الشبكة أن الحكم سياسي بحت لم يلتفت إلى محاولة المصريين الجادة لبناء دولتهم الجديدة بدعائم العدالة والديمقراطية. وتوقعت الشبكة أن تستمر هزلية المحكمة في جلسات الاستئناف والطعن، وقالت إن براءة مبارك كذلك لم تعد بعيدة، وطالبت بعزل النائب العام ومحاكمة كافة الجهات التي ساهمت في إخفاء أدلة الاتهام في قضية مبارك. للمزيد حول الموضوع ينضم معنا من القاهرة الباحث في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أستاذ كريم عبد الراضي. بيانكو كان شديد اللهجة أستاذ كريم، لماذا هذا التوصيف بأن هذه المحاكمة غير عادلة ومسيسة؟ يعني ما المعطيات التي لديكم؟ المعطيات التي لدينا ان يتضح جليا من الحكم الصادر من القاضي من المحكمة ان الحكم سياسي بحت، لانه تم إدانة مبارك والعدلي، وكأن مبارك والعدلي نزلوا الى الشوارع وقاموا بقتل المتظاهرين بانفسهم. وتبرئه المساعدين تعني ان الحكم نفسه الصادر بادانه مبارك والعدل هو يحتوي على دليل براءتهم، لان مسؤولياتهم من غير المنطقي ومن غير القانوني ان احمل المسؤوليه للرؤساء دون ان احملها لمساعديهم الذين كانوا يعملون على الارض. يعني هم دول اللي كانوا على الارض، اللي كانوا شغالين على الارض، دول اللي كانوا بيدي التعليمات المباشره للضباط والعساكر. ببرأهم يعني معناه ان انا ببرأ مبارك. حلو. والقاضي قال في اسباب حكمه لعدم كفايه الادله، لو ما كانش عندك ادله ان اجهزه الامن المصريه هي اللي قامت بقتل المتظاهرين برغم كل الفيديوهات اللي منشوره رجال امن بيقتلوا المتظاهرين، وبرغم كل الصور والفيديوهات اللي احنا كلنا شفناها، وانت بتقول ان ما عندكش دليل يثبت ان دول هم ان الشرطه هي اللي قامت بقتل المتظاهرين، يبقى ليه اساسا ابنت مبارك؟ طب استاذ كريم، في البيان قلت انه هذه المحاكمه تهدد سلميه الثوره، كيف يعني؟ بالظبط، لان دايما يعني الشعور بالعدل هو اهم من تحقيقه، وما دام المواطنين واهالي الشهداء واهالي الضحايا والمتعاطفين معهم ما لقوش ان العداله بتجيب لهم حقوقهم، اكيد منطقي جدا انهم هيلجأوا لانهم ياخدوا حقوقهم بالعنف ان تمكنوا من ذلك، هيلجأوا لانهم ياخدوا حقوقهم بايديهم. دايما الدوله اللي ما بتكونش عندها القدره انها توفر العداله لمواطنيها وانها تجيب لهم حقوقهم، ده بيولد عندهم طاقه سلبيه بتتحول لعنف، بتخليهم بيبقوا عندهم رغبه في انهم ياخدوا حقهم او ثأرهم بايديهم. انتوا كشبكه العربيه لمعلومات حقوق الانسان، كيف ستتفاعلوا مع هذه القصة؟ يعني كيف ستدعموا موضوع الاستئناف، موضوع الرفض، يعني أو غيره من الإجراءات؟ إحنا عندنا محامين شغالين في القضية وهيستمروا في شغلهم في القضية حتى نهايتها، وبالتوازي مع ذلك إحنا كان عندنا حملة إعلامية بتكشف إن النائب العام قد إيه تستر على جرائم نظام مبارك قبل قيام الثورة المصرية، وإن النائب العام من غير المنطقي إن الثورة المصرية تنجح إذا توقفت عند بابه. أول ما يجب أن يتم من أجل تحقيق العدالة في مصر وتبصير القضاء، وهو أول حاجة لازم تتم إقالة هذا النائب العام الذي تسيطر على قتل خالد سعيد والذي تسيطر على جرائم الفساد في ظل دولة مبارك يعني ما يزيد عن 10 سنين. تمام. كل البلاغات اللي كنا بنقدمها له كان بيرميها في الأدراج، ما بيفتحش فيها أي تحقيقات، وفي الوقت اللي كان دولة مبارك تقدم فيه بلاغ ضد ناشط في خلال 24 ساعة بيكون طلبه للتحقيق وحول قضيته للمحكمة علشان القضاء يصدر ضد النشطاء حكم. شكرا لك كريم عبد الراضي الباحث في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من القاهرة، أشكرك. إذا بهذا مشاهدي الكرام نصل إلى ختام حلقة اليوم من حقوق الناس، قلبنا فيها ملفات الانتهاك في عدد من العواصم العربية. أشكركم على المتابعة ودمتم في أمان الله وفي رعايته.